رضا أفندي، لا تحكي شي مع البنت قبل ما تسمعها وتفهمها. خلينا نسمعها مو أحسن؟ ممكن تقول شي، ممكن تحكي شي، يعني ممكن البنت عندها عذر. طيب ماشي ماشي، أنا سكتت خلاص. مساء الخير. السما مثل كأنها انفجرت، شو هالمطر اللي عم ينزل؟ أمي أنا بللت الدعاسة شوي، هلأ بس خليني أنشف وبنظفها فورا. أعطيني إياه. رضا شو هو بابا؟ طالعي هالموبايل يا فريحة. بابا أنا رجعت الموبايل، إذا ما عم تصدق فينك إنك رضا لا لا تعمل هيك. عمر فوت لجوا. عمر فريحة ليش ما قلتي لي إلي يا بنتي؟ ها؟ ليش ما قلتي لي أنا كذبت يا أمي؟ لو قلتي لي ما كان صار معنا هيك شيء. ليش ما قلتي لي؟ ها؟ ليش ما قلتي لها لأمك؟ ليش ما قلتي لي شو عم يصير معك يا فريحة؟ فريحة أنت رح تقلي لي من وين أخذتي الموبايل؟ رح تقولي قلي لي مش هنقدر ساعدك. احكي لي يا بنتي، احكي لي مشان اقدر ساعدك يا فريحة. ليش عم تكذبي علينا يا بنتي؟ والله نحن مو ناقصنا مشاكل. الله يكسر ايديه، بس ابوكي صدقي ما كان بده يصير هيك. تعرفي قديش ابوكي بحبك وما بحب يضربك. تذكري جدك؟ يعني ابي انا لما كنت انا بنت مراهقة كان يضربني كتير لحتى يصير ينزل الدم من لحمي. لما صار عندي عيلة خلصت منه، بس كل هديك الفترة ما حدا بيعرف شو كان يصير فيني غير الله. لا 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 تبكي، أحسن ما تنشف دموعك يا بنتي. تنشف يا حبيبتي، المهم إنه ما ينشف قلبي. الحمى لهالموبايل ما بعرف من وين لقيتي. وين لقيتي؟ وين لقيتي؟ يي رضا أفندي، ليش انت امتى اجيت المساء لحتى تطلع من الصبح على الشغل؟
قليلي إجا محمد؟ لا لا والله، هالمسكين كمان رايح الظاهر ونايم بالورشة. عمار يلا ابني قوم، يلا يلا الفطور جاهز، يلا عموري، يلا حبيبي، يلا ابني، يلا شوي شوي، يلا شاطر. عمر مثل ما اتفقنا، ما بصير تقله لأخوك اللي صار، اتفقنا؟ تقبرني، يلا قوم غسل وشك. والله هالبنت تعبانة ومو منيحة، ما إلا حيل ترفع راسها المسكينة. قال في رفيقتها بنفس الصف كانت نسيانته للموبايل بالمقعد، وبنتنا مشان تعمل خير يعني أخدته على أساس إنه بكرة بتعطيها إياه بس تشوفها. ولما سألتها يا حرام البنت تلبكت وكذبت هديك الكذبة وانقهرت يا حرام كتير كتير على هالشي اللي صار. والله كل الليل ما اجاني نوم، خفت تعمل شي بحالها على قد ما بكيت. زعلت كتير على هالمسكينة. هلأ روحي شوفيها إذا فاقت. لشوف فريحة فقتي؟ يا بنت لك شو هاد، كنتي حطي شقفة تلج على وشك مشان تروح العلامة. يلا قومي بقى، قومي السفرة جاهزة. يلا بلا زعل، وأبوكي كمان زعل كتير، قلت إنه الموبايل لوحدة من رفقاتك بالصف. بس أنتي رح تحكي لي الحقيقة وكل قصة هالموبايل، إيه؟ ما بدك تردي؟ لك يا بنت ليش كل هالقد عنيدة وما عم تحكي؟ أولتا وآخرتا رح تحكي. صحة وعافية بابا، أنا لازم غسل إيدي. يلا قومي، لك قومي إجا محمد، قومي بلا ما يشوفك هيك. إيه يا ابني شو صاير لك؟ ليش هيك عامل بحالك؟ ليك كيف وسخت البشكير؟ لك ابني شو هالمصلحة اللي اخترتها؟ والله ما بعرف بابا، امبارح بهالمطر وقعت بايدي سيارة غير شكل. كان في بنت بالسيارة، بعد ما خربت السيارة تركت الزلمة وراحت. بناتهم مثل سياراتهم، بيتركونا الواحد بنص الطريق. وشو بدك انت التاني؟ بس السيارة عم تحكي يا بابا، عم تحكي بس مين يسمع؟ الزلمة ما بيفهم من لسانها السيارة لحتى يفهم قيمتها. طيب فهمت من لسانها وقدرت تصلحها؟ معقول ما أفهم؟ والله ضليت للصبح عم بشتغل وصلح فيها. تخيل كل ما عطيتها بنزين كأنه سقف الكراج رح ينزل على راسي. أخي أنا كمان فيني شوفها؟ طبعا بتشوفها يا بطل. اسمع، أهم شي دير بالك عليها، ما بدنا مشاكل مع حدا أبدا. شيلك من هالحكي بابا، اجا تليفون، قام الزلمة بتركني وراح، مو على باله وين حاطت السيارة أو مع مين. لا تقول هيك، أصلاً هيك عالم بتكون أملاكهم غالية عليهم. بنتبه عليها مثل عيوني، بس أكيد صرت بستاهل راتب بقى. ها؟ مبكرة فريحة خانم. خير شو بوشك؟ ما في شي. ما في شي، هديك المرة مو ضربة ايدها، وهالمرة ضاربة وشها كمان، وهي آكلة هم انه يزرق وشها يعني. هالبنت صايرة كتير غبية. انا رايح يا خانم، لاني واعد صاحبي في سالب القهوة. ماشي. وانا رايح نام امي. ماشي.
محمد ابني انا حطيت لك شرشف نظيف، فرشه لحالك. لكي فريحة لا تحمليها، داني لك 5 وجوه بوي على وشك بينحل الموضوع. محمد خلص. يلا خلصنا بقى خلص، لا تعلقوا عادي انت بقى، يلا وبلش فطورك بعدين رح نحكي. من ايدك تركي تركي، انا ناديت لك مشان نحكي. تركي قال جايه تشتغل، قال تعي لهون. عادي يلا لشوف، احكي لي كل القصه. سامعتك يا امي، يعني مثل ما انت قلتي لرفيقتي. اسمعي يا بنت، حاجه تتبلكمي بالحكي وقولي لي. اسهل شي عليك الكذب، ما هيك؟ وقت الكذب بتصيري مثل البلبل. يلا احكي لي الموضوع مثل العالم والناس. يلا قومي قومي عن الارض، قومي اخذتي برد اكيد، قومي فوتي غيري ثيابك. يلا احسن يلا. سينام خانم، كنت بدي اسالك انه يوم بجي لعندك، التنين ولا الثلاثه، امتى بدك؟ مو مستعجله يا زهره، انا بس افضى بحكيكي. فريحة جانسو يلا تعي، احسن ما نعلق بالعجقة. يا لطيف شو بدنا، شايفة حالها مغرورة. شوفي شوفي على هالحكي، قال بس تفضى بتحاكيني. قال يا ترى ليش انا فاضية اجي لعندك امتى ما بدك؟ بيسوي بي انا مسحوكي انت كمان. شو مسحوا ما مسحوا، انت التانية كمان؟ ليش هدول امتى كتبوا شي لحتى يمسحونا هلا؟ يلا فوتي لجوا، فوتي امشي غيري ثيابك، اوام اخذتي برد. انا بس خلص تنظيف هون، رح اروح اشتغل عند بيت روميسا خانهم بدها اياني. قال شو بكي، خوفتيني امي. شو هالمكياج هاد، ما قدرتي تستني لبرا؟ طلعي على حالة وشي، هي عم حاول خبي الكف اللي اكلته. طلعي فيني، ابوكي طلع على الشغل ومحمد نايم، اطلعي بلا ما يشوفك مشان ما تتخانقوا من عند الصبح. وبطلي لي هالزعل كمان. ايه ما عم يطلع بوشي. يطلع او ما يطلع، انت اعملي واجبك تجاه ابوكي. فريحة. نعم. ما حكيتي لي قصة الموبايل، احكي لي لشوف. ما في شيء انحكى، مي لا تسأليني كل شوي. يا بنت لا تكوني انت. لكون شو؟ يا ربي التوبة يا بنت، لا تكوني انت بدون ما تسألي ولا شيء اخذتي موبايل غيرك، ما هيك؟ اه؟ شو؟ يلا قولي قوليها، سأليني اذا سرقت الموبايل. بس وطي صوتك، رح تفيقي اخوك محمد. طبعا لهيك ما بدهم ياكي اهل جانسو، مو هيك امي؟ لانه انا حرامية وابي ما بيحكي الا كل شيء ضدي، وفوق منا بيجي بيضربني، مو هيك؟ كرمال الله لك بنتي، احكي لي الحقيقه، احكي لي كل شيء صار مشان اقدر صدقك وساعدك. شو الشيء اللي بدك اياه لحتى تصدقوني؟ اي منهم اسوء يا امي؟ بسبب موبايل ما بقي غير تقولي عني حراميه ولا؟ عن جد شيء بيخجل يا امي. فوتي لجوا، قلتلك فوتي لجوا. لا تضغط على اختك، سامعه؟ اساسا ما حدا مدلعها غيرك امي، حاج دليلي لا تضغط عليها، انا كنت بعرف انه هي رح تصير هيك. افتحي الباب وليه؟ خلاص
لما بكون انا موجود انت ما بتحكي ولا كلمة. الموضوع انتهى وما في شي نحكي فيه. بابا شوف لوين وصلتنا ولسه منقول دراسة ومدرسة. قلتلك انتهى. هلأ ما بقى فيه لا جامعة ولا شي. رضا يا زهرة امبارح كانت المرة الأولى واليوم المرة الثانية. لسه قديش ما بنعرف شو رح يجينا فوق راسنا مشاكل من وراء الدراسة. انتهى. بعد هلأ ما في لا دراسة ولا شي. سامعة؟ بابا لا تقوله. أمي شو رح أعمل؟ أمي الله يخليك اعملي شيء. اسكتي. مشان الله اعملي شيء. اسكتي بقى. اسكتي. اسكتي. خلاص قلت لك اسكتي. خلاص اسكتي. اسكتي بقى. اسكتي. يا بنت انت جنيتي على الاخير؟ لوين رايحة؟ عالجامعة. انو جامعة هاي؟ اذا طلعت من الباب او من الشباك انا رح روح عالجامعة يا امي. ما بتقدروا تمنعوني. انا مالي صغيرة. ايه طيب ماشي. الله يوفقك. فريحة بس بالرجعة لا تجي لهون. تعي على الكراجات لأنه رح نكون على طريق الضيعة. انتي خليكي هيك عم تستفزين لأبوكي أكتر وشوفي شو رح يصير فيكي بعدين. أساساً الزلمة من سنين عم يدور على حجة مشان يروح على ضيعته وانتي عطيتيها الحجة. وهنيك ساعدت مكياجيلي وروحي على الأرض بتنورة ستي لشوف. شو صار؟ يعني انت شو مفكرة؟ يلا بنتي لا تقهريني وتقهري حالك أكثر من هيك. يلا اطلعي معي لفوق. لوين يعني لفوق؟ بدي نظف الشقة تسعة مشان تساعديني. ما بدي. هالشغلات ما بتنحل بالبكي. اطلعي بوشي. خلي هالشي يكون درس إلك. وأنا بدي منك تقولي لي الحقيقة كلها. لأنه أمك اللي بتحميكي وبتحفظك. فهمتي علي ولا لا؟ أنا بحل الموضوع مع أبوكي لا تقلقي. خليه يبرد قلبه لهالزلمة كمان. أنا ما رح أتركك لا بهالحفرة ولا بالضيعة. يلا بنتي يلا خلينا نطلع من هالحفرة وناخد نفس شوي. اتركي امي اتركي. على قليلة خليني اتعلم هالشغلة هي. شو هالحكي هاد هلأ؟ نسيتي شو قلتلك هلأ تحت؟ ما عم توثقي بأمك أبدا يا بنتي. آخ منك آخ. أوف مالي طايقة صيرتها من الصبح أبدا.
كم مرة قلت لك اني مضطرة اروح هلا؟ عم قلك انه هالشي اللي صار زاد عن حده. ماشي يا عصفوري، مع السلامة. صباح الخير. الظاهر انه الجامعة ما عجبتك كتير. مو مهم، ديروا بالكم. شميتي شو هالريحة اللي حاططها بحبة الجو فيها؟ ما بعرف كيف رايحة على المدرسة هيك. الله يساعدها لأمها عليها، شغلتها صعبة لهالبنت. فريحة أنت فوتي لجوا ورتبي لها غرفتها. هلا بتكون عاملتها مثل سوق الغنم. اوعى تكسري لها شيها مشان ما تنخر لي راسي إنه خربنا لها الترتيب على أساس إنها مرتبة. فظاعة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.